هنبدأ بأول حاجة البصارة، مقاديرها على الشاشة وكلنا عارفين مقاديرها. الفول يتصدر القائمة، تقدر تعملها بالملوخية الناشفة أو بالخضار، كزبرة خضراء، بصل أخضر، فلفل، كرات، ده بيتفرم في الكبة وبتحط بعدين. هنشوف هنعملها مع بعض إزاي، ومعانا التوم أساسي في الموضوع وزيت عشان نحمر التوم ويبقى مقرمش ولطيف. تركات المغاز النعناع اليابس الناشف مع التومة عشان ما تشمش ريحة بقنا بعد ما ناكل التوم والبصارة. تعالوا نشوف هنعملها مع بعض إزاي، بتتعمل بالزيت ولا بالزبدة يا شيف؟ بتتعمل بالزيت عشان كده الأكلة دي ممكن تبقى صيامي، تبقى لطيفة وحلوة. معانا حلة على النار، شفنا المقادير، نسجلها ورا بعض ونكتبها. تركية المغاز بتعمل ايه بقى؟ دايما بحب اشوح البصلة مع الفول المدشوش كده على النار قبل ما بحط المية بتاعته اللي هي المية المغلية. معلقتين زيت كده على النار، بسم الله الرحمن الرحيم، ونبدأ نحط البصلة الناعمة ونحمرها شوية. ده الدنيا كلها الحكام والدنيا النهاردة بإذن الله ربنا يكرمنا بإذن الله إن شاء الله. أشكرك يا ست الكل. بتعمل إيه يا عم الشيف؟ أنا عشان تبقوا فاهمين بس، البصلة دي بتاخد بصلة. أنا دايماً ليا مدرسة كده يعني بمشي فيها، ما بحبش البصل الني في الأكل يستوي معاه. الأكل حتى لما بتبرد بيبقى فيها ريحة البصل. أنا من الناس اللي بيحب ياكل البصل بكمية بس ما يشمش ريحته، حتى هو بيتحمر زي اللي أنا بحمره دلوقتي كده. إيه المشكلة لما أحط على البصل ده وبيتحمر أحط شوية بهارات حلوين من الفلفل؟ حلو الكلام. ما نحطش طبعا زعتر، البصلة ما بتاخدش زعتر، خلي بالك. فلفل اسود كده اهو، شوية كمون صغيرين، الفول كده كده بيحب الكمون، انتوا عارفين طبعا عشان يطرد الغازات ويعالج مشاكل الكولون اهو كده. توم البصلة ريحتها ايه؟ تضيع، ما نشمهاش بعد كده. معانا مين يا ست الكل؟ اهو حلو، نقلب دول كده مع بعض اهو زي الفول. حلو اهو، بس ادي البصلة اهيت خلاص جاهزة بتنادي للفول. ننزل بالفول، اتغسل من بالليل ونقعناه وزي الفل وبنصفيه من الميه بتاعته. اه ده الفول دي بس. انا طبعا عشان البصره دي تستوي في التايم بتاعنا وناخد اللي احنا عايزينه من الفول ده صعب طبعا، عشان نبقوا فاهمين القصه. احنا بنعمل كده اكزامبل يعني مثال، ولكن معانا البصاره الفول مطحون وجاهز اهو. ادي الفول جاهز اهو، اتشوحته على النار مع شويه الزيت. وعايز اقول حاجه حلوه دلوقتي وانا على الهوا للامانه، يعني احنا من بعض بنهزر، احنا بنطبخ من الاول في الاول وفي الاخر. اللي عنده طريقه لعمل البصارة على طريقة أمي يقول، وأنا هنسمعه دلوقتي وأنا هسمعه بأذن صغير، لأن أنا قلت في البداية بعمل أكلات من لما بعملها بعملها وأنا مرعوب يعني، وأنا حاطط في الاعتبار مهما أوصل من الخبرة الطهوية مش هعملها زي أكلة أمي. ده الطبيعي، ولا طعم أكلة أمي ولا بصمة أكلة أمي ولا الريحة والنفس بتاع أمي، ده الطبيعي. كل أمهاتنا طبعا اللي بيسمعونا دلوقتي ربنا يديهم الصحة والعافية يا رب، الصغيرين والكبار والكبار والصغيرين واللي توفاهم الله ربنا يرحمهم. البصلة مع الفول كده اهو، اه بنجتهد يعني. حلو الكلام اهو، زي الفل يا عم الشيف. تمام، عنده مية بتغلي على النار، بناخد المية المغلية دي يا عم الشيف عشان نكسب وقت، ونحطها على الفول يا عم الشيف والفول يستوي. يلا من الصعيد من الريف المصري حبايبنا اللي بيتابعونا واللي مركزين معانا، اللي عنده طريقة لعمل البصارة يتصل دلوقتي معاه من الوقت يقدر يقول لنا بيعملها ازاي. اه الفول يستوي، ما حطيتش خضرة ليه يا عم الشيف؟ هو ده الكلام بقى، انا هعملها بالملوخية الناشفة. الملوخية الناشفة دي تتجاب تتفرك كويس، وبعد ما تتفرك بتتحط في الاخر لحظة بعد الفول ده ما يتصفى ويبقى ناعم معانا. اخليها على جنب عشان هزين بقى الاطباق البصاره، لان مطلوب مني 10 اطباق واجل البصاره اللي احنا فرمناها والفول اللي جاهز عندنا ده كده. نبص عليه، اللهم صل على النبي. خد الملوخيه الناشفه، الملوخيه الناشفه بندوبها في شويه ميه او بتنزل بيها على الفول بالشكل ده كده اهو، سهله خالص. اهم حاجه المرحله بتاعت الفول لما احنا حطيناه على النار مع البصله وسبناه يغلي اهو، بصره جاهزه. ايه التركية يا عم الشيف؟ مكان الطاسه ومكان التحمير باخد معلقتين بصاره كده واحطهم هنا كده اه الجو ده كده زي طشه الملوخيه اه. ده بقى ايه؟ دلع اه، مع معلقه زيت صغيره من تحمير الثوم. الله الله عليك. ونقلب ده يا عم الشيف ويرجع تاني للحله. هو ده، وده يتقلب مع بعض كله. عايزك تعمل الشغل ده في البيت. ونقلب كده، خلصت البصاره. ونغرف بقى يا عم، نجيب الاطباق بتاعت الجيران والحبايب اه،
اللهم صل على النبي. نجيب هنا كده طبق 2 3 4 زي ما احنا حابين. اللهم صل على النبي. فروت سبدر خليه كده على جنب عشان هنعمله ان شاء الله، ربنا هيقدرنا ونعمله. عندنا زيت على النار بيسخن، هننزل بالثوم عليه. الله، الثوم ده اساسي اساسي للبصاره. الثوم اهي. الله الله على ريحه الثوم. طب انا دلوقتي شام ريحه الثوم داخل في عينيا وداخل في الملابس بتاعتي، وعلى فكره هيبقى الصالون. لا نعمل ايه؟ نلحق نفسنا بقى، نلحق نفسنا. نعمل ايه يا شفيق؟ قول لي بسرعه، قول لي ولا تخبيش يا زين. نعمل ايه؟ معانا نعناع يابس، نعناع ناشف. ده يتحط طبعا على فين النعناع؟ اهو الحمد لله، ينزل على التومه. وجود النعناع اليابس او نعناع اخضر على التومه بالتاكيد بيمنع ريحه التوم، وكمان اهو وبيغير من طعمه شويه. حلو قوي. وانا كمان اجود واحط سنه بابريكا صغيره، ابهر التومه دي لان احطها على وش البصاره، واحط سنه كمون اجود بقى. طب الحاجه الله يرحمها كانت بتعمل كده؟ طبعا لا، هي التومه بس تتحمر كده، بس كان في حاجات تانية بدايل، البركه وايديها واصابع ايديها والنفس والحب، ده يعني نقول موجود موجود الحمد لله. بس يعني لما بيعملها شيف بيبقى يعني بيشتغل عشان بياخد فلوس ويعجب الساده المشاهدين، وحضراتكم عارفين. هنسيب التومه كده زي الفل تمام. ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ السر في التومه دي. الله، عينيا زي الفل. هعمل بقى حركه دلوقتي هتعجبكم بقى على فكره، هتأيدوني فيها يعني. التومه دي اخدها زي ما هي كده، اخليها على جنب عشان هزين بقى الاطباق البصاره، لان مطلوب مني 10 اطباق واجل البصاره اللي احنا فرمناها والفول اللي جاهز عندنا ده كده. نبص عليه، اللهم صل على النبي. خد الملوخيه الناشفه، الملوخيه الناشفه بندوبها في شويه ميه او بتنزل بيها على الفول بالشكل ده كده اهو. سهله خالص. اهم حاجه المرحله بتاعت الفول لما احنا حطيناه على النار مع البصله وسيبناه يغلي اهو. بصاره جاهزه. ايه التركايه يا عم الشيف؟ مكان الطاسه ومكان التحمير باخد معلقتين بصاره كده واحطهم هنا كده الجو ده كده زي طشه الملوخيه ده بقى ايه؟ دلع مع معلقه زيت صغيره من تحمير الثوم. الله الله عليك. ونقلب ده يا عم الشيف ويرجع تاني للحله. هو ده، وده يتقلب مع بعض كله. عايزك تعمل الشغل ده في البيت. ونقلب كده، خلصت البصاره. ونغرف بقى يا عم الشيف، نجيب الاطباق بتاعه الجيران والحبايب. اللهم صل على النبي. نجيب هنا كده طبق 2 3 4 زي ما احنا حابين. اللهم صل على النبي. فروت سبدر خليه كده على جنب عشان هنعمله ان شاء الله، ربنا هيقدرنا ونعمله. نعم، عينيا يا فندم. ناخد البصاره دي نغرفها بقى شويه دول. الطبق ده بتاعنا بقى. يا ويلي يا ويلي، انزل بالعيش يا شيف البلدي واغرق. التومه اللي متحمره عندنا، نجيب معلقه كده ونوزع التومه دي كده. الله على التومه، هي ده الفرق. الف هنا وشيفة مصفيها من الزيت، بس هنحتاج للزيت خلي بالكم. هنغرف الشوربه دلوقتي، الشوربه اللي تعبنا عليها دي وشغلنا فيها الكبه. هو عنوان البصاره التومه اللي متحمره. انا كنت زمان ما اشوفش التومه دي بقى ازعل. التومه دي لازم، كنت انقي التومه كده من على وش البصاره. معلقه زيت من الحلو ده كده، وزي الطبق ده كده. هو ده يا عم الشيف، هو ده. نرجع بقى للزمن الجميل. اللهم صل على النبي. حاضر. طبعا من ده عينيا والعيش البلدي معانا. والله الشوربة اللي عملناها، العيش البلد اهو بتاع البصرة، يقدم هنا كده مكان الخضار ده كده. ايه قصة البسطرمة؟ هنقولها حالا دلوقتي لحضراتكم.
ولكن خلونا نغرف الشوربة الأول، الشوربة الحلوة اللي تعبنا فيها اهي. We'll be right back.